إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من أراد به فضلا ورضوانا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال عليه الصلاة والسلام قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام أيها السامعون الكرام إن الله عز وجل رضي لنا دينا لم يرض لنا دينا سواه ألا وهو الإسلام وما يدريكم ما الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام إنه يبدو لنا من هذا الحديث أن الصلاة ركن من أركان الإسلام بل هي ركنه الأعظم بعد الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهي عمود الدين حيث قال عليه السلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فاعلموا أيها السامعون الكرام إن الصلاة نعمة عظيمة جليلة وهي صلة بيننا وبين ربنا فالمصلي إذا قام في صلاته استقبله الله بوجهه أفنجد صلة أقوى من هذه الصلة؟ يجيب ربنا على قرآننا آية آية وأي شرف فوق هذا الشرف حيث إن الله عز وجل افترض على هذه الأمة الصلوات الخمس ثم عهد عنده عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخله في عهده ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عنده فيا أيها الإخوة المؤمنون أليس من المؤسف أن نتمتع بنعم الله قياما وقعودا ونياما وإيقاظا نتمتع بالأمن والرخاء ووفور المال والولد والأخلاء ثم لا نقوم بشكر الله ولا نخضع لأوامره ولا نخاف من عقابه ننام إلى الضحى لا نصلي الفجر ونسمع الأذان فلا نقوم إلى المسجد ولا ريب أننا لو دعينا إلى حطام من الدنيا نسعى إليه للإجابة ولو وعدنا بشيء زهيد لما نمنا عنه ولا غبنا فعلينا ألا نتأخر عن إجابة ربنا في الأوقات الخمس أخيرا أسأل الله التوفيق على إقامتنا الصلاة وما علينا إلا البلاء.